النهارده بنعيش حدث جميل جدا، تشريف اعضاء التجمع الخامس او الاعضاء الجدد المنضمين على اسره او عائله النادي الاهلي. النهارده يمكن لاول مره انعقاد لجنه عضويات داخل فرع التجمع الخامس. يمكن كانت رؤيه كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ان هي تبقى مبادره مننا ان العضو وهو بيؤدي اجراءات العضويه يبقى على يعني في وضع شايف ومشاهد للانجاز القوي المحترم اللي احنا بنعيشه النهارده. اضافه جديده لمنظومه النادي الاهلي، مؤسسه النادي الاهلي، مؤسسه العريقه اللي ليها تاريخها اللي يحترم من كافه الاطياف سواء على المستوى القطر المصري او القطر العربي او القطر الدولي. يمكن النهارده بيشرفنا كابتن طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ممثلا عن مجلس الاداره، رئيسا للجنه العضويات. اقبال شديد جدا ومستمر من الساعات الاولى يمكن انتم معانا. انطباعات الحمد لله بفضل الله، انطباعات على المستوى المطلوب للصرح اللي معمول. متابعه مستمره معانا ومع المدير التنفيذي للنادي الاهلي الدكتور سعد شلبي. الاطمئنان ان على كافه الاجراءات وتوفير كافه سبل الراحه بدايه من دخول عضو فرع التجمع او عضو النادي الاهلي من البوابات لغايه ما بيقعد في منطقه الانتظار دخولا على اللجنه، وبمشاركه طبعا اداره العضويات. عندنا مشرفنا زملائنا في اداره العضويات، منظومه متكامله بتادي الرساله بشكل مظبوط يليق بالنادي الاهلي في المقام الاول ويليق بصرح محترم زي صرح فرع النادي الاهلي بالتجمع. سياده العميد، اقبال كثيف بيشهده فرع النادي الاهلي في التجمع الخامس، وشاف خليه نحل، الخدمات موجوده، افراد الامن الجميع بيظهر في ابهى صوره، شايفين على الرغم من كثافه واقبال الاعضاء للنادي الاهلي الجميع بيتسابق انه يكون حريص انه ينال عضويه النادي الاهلي. جهزت يعني اليه عمل للاستعداد لهذا اليوم زي ما حضرتك وضحت ان دي اول لجنه بتقام هنا في فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس. دي حقيقه كابتن فاروق. طبعا الحمد لله فضل من المولى عز وجل، احنا ربنا كرمنا بمجموعه عمل محترمه جدا في فرع النادي الاهلي بالقاهره الجديده، بدايه من اداره الامن برئاسه العميد احمد عبد الحليم، اداره الفاسيلتي او الخدمات الاستاذ امين فتحي، كل المنظومة، إدارة العضويات بالكامل، مكتب العضويات والاشتراكات طبعا بتوجيه من كابتن محمود الخطيب من أكثر من 6 شهور أو 7 شهور، مفعل وبيستخدم بشكل طبيعي جدا بكل إمكانياته، تجديد واستلام أوراق وكل الأمور الخاصة بالعضويات الخاصة بفرع التجمع. من أكثر من 7 شهور كان في توجيه من كابتن محمود رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة المحترم إن احنا يبقى في آلية عمل واضحة ومنظومة واضحة متكاملة قدام المترددين وأعضاء النادي الأهلي. يمكن النهاردة في دعم حصل لنا من الإدارة المركزية للعضويات عندنا، كل السادة المديرين وكل أعضاء إدارة العضويات متواجدين عندنا ومشرفينا. كل من هو مرتبط أو له علاقة بالأمور الإدارية والمالية الخاصة بالعضوية بحب وبود متواجد عندنا، بيبدي كل المجهود عشان نظهر كلنا كمظهر لائق. بنرفع في التوقيت ده بنستغنى عن الأسماء المناصب أو الإدارات، كلنا رجل واحد أو على قلب رجل واحد من أول المدير لغاية العامل، بنحاول نوفر الخدمات المناسبة ليوم زي ده. احنا عارفين طبعا أن الانطباع الأول زي ما بنقول بيدوم، أعضاء النادي الأهلي أو المنتمين أو المحبين للانضمام لعائلة النادي الأهلي منتظرين مننا ده، وان شاء الله باذن الله بنوعدهم بده في الفتره اللي جايه باذن الله ان شاء الله. احنا ده كان وجهه نظر كابتن محمود اول ما كان الاقتراح ان اللجنه تنعقد جوه فرع التجمع، وكان التوجيه من الاداره التنفيذيه ان احنا نحقق المطلوب ده هو بالصوره اللي حضرتك بتقول عليها. احنا الهدف من وجود اللجنه عندنا ايه؟ ان العضو او المهتم بعضويه التجمع ان هو يشوف على الحقيقه على ارض الواقع المكان شكله ايه؟ امكانيات المكان شكلها ايه؟ الملاعب، القعدات الاجتماعيه، مستوى المطاعم، الحمد لله يعني
احنا ربنا اكرمنا ببعض المنافذ والمطاعم اللي على مستوى يليق بعضو النادي الاهلي ويليق بالاعضاء القدامى للنادي الاهلي، عضو التجمع طبعا في بالنسبه للفرع والاعضاء الرئيسيين للنادي الاهلي. فيمكن دي كانت وجهه نظر كابتن محمود الخطيب ان تنعقد اللجنه عندنا هنا عشان نحقق الصوره المطلوبه، ان احنا نوري امكانيات المكان، نوري امكانيات المكان على المستوى الرياضي وعلى المستوى الاجتماعي. ونتمنى ان شاء الله باذن الله، احنا لغايه دلوقتي زي ما حضرتك شايفه معانا من بدايه اليوم، نتمنى ان احنا نكون ولو حققنا النسبه الاكبر، الكمال لله وحده طبعا، احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحقق ونبعت الرساله المطلوبه لعائله النادي الاهلي بالشكل المناسب اللي يليق بالنادي الاهلي ويليق بكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره المحترم. احنا مكاتب اشتراكات النادي الاهلي مفتوحه بشكل كامل على مدار اليوم. يمكن احنا الفتره الاخيره كان في توجيه من الكابتن محمود الخطيب بعد الاعلان رسميا عن موعد الافتتاح ان يبقى في اليه عمل على مدار اليوم، ان المكاتب فرق كتير جدا يا فندم، خاصه ان كابتن محمود كلمه الكابتن محمود كان فيها قدر من الصدق والوضوح والصراحه والاعتزاز بالمكان اللي احنا ننتمي اليه. فاصبح العضو عنده قناعه كامله ان هو جاي مكان امن، جاي لصرح مؤسسه كبيره يرأسها ناس لها تاريخها ولها قيمتها على المستوى المصري والعربي والافريقي والدولي. يمكن النهارده زي ما بقول لحضرتك احنا كل في اكتر من جهه، مكاتب العضويات على مستوى الفروع مفتوحه، في احد الشركات اللي بتساعد على تسويق العضويه الخاصه بالنادي الاهلي، ماده اعلاميه موفره عندنا عن طريق المركز الاعلامي الاستاذ جمال جبر، يمكن في اكتر من ماده اعلاميه بتظهر على مستوى السوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي. قناة النادي الأهلي يمكن كان لها الأسبقية في طرح هذا الصرح العظيم من خلال شاشة بتشاهد من داخل، تشاهد داخل القطر المصري وخارج القطر المصري. يمكن احنا في زي ما أعلن الكابتن محمود احنا الافتتاح عندنا 1/6، بنحاول بقدر الإمكان ان احنا ننهي كافة الإجراءات الخاصة بالأعضاء في الفترة دي، لأن يمكن مع الفترة في خلال بعد الافتتاح مباشرة، وأنا تخيلي وفقا لرؤية مجلس الإدارة ممكن الأمور يتم تحديدها بشكل أو بآخر، تتغير الأمور المالية. فيمكن ده اللي أنا بقول لك الحديث اللي بيتم تداوله ما بين الأعضاء وبعضها، يعني الإقبال جاي من التخوف من أي مستجدات ممكن تحصل في المستقبل، والحمد لله إحنا قادرين على استقبال أكبر عدد ممكن لغاية موعد الافتتاح الرسمي 1/6 ان شاء الله باذن الله، اللي بنتمنى باذن الله ان شاء الله ان هو يطلع بالمستوى اللائق للدوله المصريه، للمؤسسه المصريه العريقه اللي هي مؤسسه النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه قيمه وقامه زي كابتن محمود الخطيب. كلنا بنجتهد بشكل او باخر، الادارات المعنيه زي ما حضرتك بتقول الاشتراكات ومكاتب العضويات، بنحاول نبقى على قدر هذه الشخصيات وهذه القامات اللي كلنا بنفتخر بها وبنعتز بها.